السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، طلاب جريد 4، ويلكم باك، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد مادة الرياضيات. عنوان درسنا لليوم Multiplication and its properties. درس بسيط وسهل، بتمنى تستفيدوا منه، تابعوا معنا. بداية نحن عندنا اثنين rules رح نتعلمهم بهذا الدرس. أول rules عم يحكي لي إذا عندي أنا two numbers وعملت replace بيناتهم فالانسر عندي رح يكون same. معنى تاني، عندي first number 10 second number 4، إذا عملت replace first number صار second و second number صار first number فالإجابة رح تكون متشابهة، يعني product will not change. تمام؟ بلاحظ عندي 10 times 4 40 و 4 times 10 40. هاي العملية نحن نسميها pair mute. هاي العملية نسميها pair mute. رح أخذ example تاني هو 5 times 3، عملت replace between 5 and 3 صار 3 times 5 فالإجابتين 2 product 15 equal 15، معناته البرودكت عندي will not change. هاي الرولز الأولى. رح نتعلم رولز تاني اليوم، هي الجروب in different ways. يعني أنا إذا عندي 3 numbers بدي أعمل عملية multiplication بيناتهم، أنا بحق لي أول شيء أعمل product between first two numbers، يعني first number and second number، والانسر تبعه رح اعمل times مع third number، يعني 3 times 5 times 2. فيني انا اول شيء اعمل 3 times 5 والانسر تبعه اعمل times مع third number. فيني طريقة تانية اعمل times between first number and the last two، يعني فيني اكتب 3 times وأعمل بداية times between 5 and 2. هذا الشيء رح شوفه من خلال الألوان. لاحظوا معي 3 times 5 هي 15 و 5 times 2 هي 10. 15 times 2 بيطلع الأنسر عندي هو 30 والأنسر الثاني هو كمان 30. هذا دليل أنه عندي أنا الأنسر not change، عندي الأنسر the same between one ways and two ways. رح أخذ أكثر إكسرسايز عن هذا الموضوع عشان نفهم الفكرة بالضبط. أعطني الإكسرسايز الأول، كاتب 7 times 5 times 1. 7 times 5 times 1. لاحظوا معي أنا مستخدم الطريقتين. الطريقة الأولى عامل times between second number and third. الطريقة الثانية عامل times between first number and second. الطريقة الأولى إجابة عندي رح تطلع 7 times 5. الطريقة الثانية 35 times 1. وبالحالتين رح يطلع الانسر هو نفسه اللي هو 35 equals to 35. رح أخذ إكزامبل الأخير عن هاي الطريقة، 10 times 2 times 5 equal to 10 times 2 times 5. بالبداية عملت بين أول اثنين، بالنهاية عملت بين آخر اثنين، فالإجابة رح تكون واحدة واللي هي 20 times 5 equal 10 times 2. بالنهاية الجواب هو 100 equal 100. هيك بكون أنا أخذت اليوم اثنين رولز مع إكسرسايز. رح نرفق هذا الفيديو مع ووركشيت كتير سهلة وكتير بسيطة، بتمنى تكونوا استفدتوا منها وبتمنى تحلوها صحيح بشكل صحيح. شكرا لاهتمامكم، والله يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.